طلع مرة عايزينك انت كده ماشيين كويس؟ خلاص انا رجعت على التسجيل بتاعنا اللي فات كويسين؟ يعني ترانزيتك يعني لا تمام. ف هنتكلم على الديستال فيبرال ريالايمنت اوستوتومي اوبن ويدج اوستوتومي يوزنج سمبليفايد اكسترنال فيكسيشن. يعني هي الفكره كانت السؤال دي يعني هل هنقدر نصلح انجولار ديفورميتي؟ هي طبعا هي الانجولار ديفورميتي انجولار وسنجل بلين يعني بنتكلم على انجولار وسنجل بلين اللي هي مينلي واللي هي الكورونر بلين. كنت على طول على شكل الفريم بتاعنا طبعا دي ديستال فيمر وفيها فالجس ديفورميتي. لما نيجي نعمل ميكانيكال اناليسيس للديفورميتي دي بالطريقه بتاعتنا اللي هي الطريقه المعتاده بعتت لك اكس راي صغيره زي كده. طبعا دي صوره مطر سي ار انا راسم عليها الابيض ده الجوينت اورينتيشن لاين بتاع الديستال فيمر اهو الكوندايل لاترال كوندايل والميديال كوندايل موست بروبرت بوينت وبنوصلهم مع بعض يبقى ده الجوينت اورينتيشن لاين. وبعدين هرسم الميكانيكال اكسس بتاع او الاناتوميكال لان زي ما قلنا بنشتغل في الفيمر اناتوميكال. لان لو اشتغلت ميكانيكال هتلاقي البنز مش داخله عمليه على الشافت داخله بميل على الشافت بتاع الفيمر فبتبقى صعب قوي بعد الشنز الزحلق منه. فانا شخصيا بفضل اشتغل اناتوميكال على الديستال فيمر. فعندنا رسم الواحد 180 درجه اللاترال ديستال فيمرال انجل اللي هي دي ونرسم الميد دايفيزيال لاين بتاع البروكسيمال تيبيا اللي هو ده هنقطع اللاترال كورتكس والميديال كورتكس والنص وده الميد دايفيزيال لاين. يبقى ده الاناتوميكال اكس بتاع البروكسيمال فيمر وده الاناتوميكال اكس بتاع الديستال فيمر. التقاطع بتاعهم يبقى الكره بتاعتي فين؟ هنا في الحته دي. بس انا مش هقدر اعمل استمرار هعمل استمرار في الحته دي يبقى كميه الترانسليشن المطلوبه قد ايه؟ الفرق بين المسافه بين الاناتوميكال اكس بتاع الديستال والبروكسيمال يبقى دي الحته بتاعت الايه؟ الترانسليشن الحته الصغيره دي. وده نفس فكره التكنيك بتاع بودو بليد. بودو بليد انت بتعمل اوستيوتومي ولا اوبليك بحيث تبقى الهنج بتاعته فين؟ مش هنا، الهنج هنا قريبه جدا من مكان الكور. لما تعمل اوستيوتومي اوبليك بهذا الشكل والهنج بتاعتك على الميديال كورتكس يبقى الهنج قريبه جدا من الكوره فبتقلل ترانسليشن المطلوب وبتحافظ على الميديال كورتكس انتكت وبالتالي بتديك ستيبل اوستيوتومي. يبقى انت بتعمل اوستيوتومي اوبليك وعامل اوبننج ويدج وحاطط جرافت ومثبت بالايه؟ بالبليت. ده البودو تكنيك مش كده؟ ولا في حاجه ثانيه غير كده؟ هو ده التكنيك بتاع بودو بليت. فاحنا بنعمله بس بالاكسترن فيكسيتور وبنعمله بيركوتينكس. بيعملوه ورك شوب في المؤتمر السنوي اللي هو توما فيكس. يمكن بعضكم حضروا اللي هو فيكس اسيستد بليت. فاكرينه؟ بيحط مونو لاتر اكسترن فيكسيتور ويعمل اوستيوتومي ويحط الجرافت ويروح مثبت بلوك دي بليت وشايل الاكسترن فيكسيتور. احنا بنعمل الاكسترن فيكسيتور بتاعنا بحيث ان نعملها جراديوال او اكيوت ونسيب الاكسترن فيكسيتور زي ما هو ما نشوفش. اهو نفس الصوره رحت راسمها على ورق. لما اكون متلخبط ارسم على ورق اي ورقه كده وانا قاعد بتفرج على التلفزيون رحت ساحب ورقه وراسمها بايديا للديستال فيما فيها فالجاس عامل اوبليك اوستيتم بتاعي والكره اهيت وحاطط الصرف هنا ولافت الديستال سيت. دايما تفكر في الديفورميتي كونكشن على انه دوائر ان في الكره دي مركز الدايره والدايره دي بتلف حوالين الكره. هروح مثبت عند النقطه الحمراء دي ومصلح الديستال سيجمنت يبقى انا هيحصل لي هنا ايه؟ اوبننج ويدج لاترال بهذا الشكل وترانسليشن دي هتروح سنه كده جدا. دايما تروح تشف الاكس راي على ورقه اهي وتروح جاي راسم. هنا مثلا دي لو حاله فيها فالجس لو فيها فيروس يبقى انا الدوائر يبقى هتلف بهذا الشكل والكره اهي هتلف كده يبقى هيحصل ترانسليشن والمثلث ده هيلبس في الكره. وده بون سو بون اهو وده الفريم بتاعنا. ادي الشنزين دول عاملين زاويه 81 درجه مع الجوينت اورينتيشن لاين بتاع الديستال فيمر وال او لو انا حطيتهم الاسهل بارلل للجوينت لاين بس في الاخر مش هيبقوا بارلل للاثنين اللي فوق والاثنين اللي فوق عمودي على الاناتوميكال اكسس بتاع الديستال فيمر. يبقى ناخد بالي في الفريم ده اهو ديستال بشتغل ميكانيكال وبروكسيم بشتغل اناتوميكال. يبقى دول بارلل للجوينت لاين ودول عمودي على الميكانيكال على الاناتوميكال اكسس.
يبقى دول هيعملوا انجل في صغيره حوالي 7 درجات بين ده وده، اللي هي بتعوض لي الميكانيكال والاناتوميكال. الهنج بتاعتي هتبقى هنا في الميديال كورتكس، بيديني فيري ستيبل فيري ستيبل اوستيوتوم اوبننج ويدج بهذا الشكل، والهنج بتلف النخاع. فيرتشوال هنج، هنج افتراضي اهو زي كده، الهنج موجوده ميديال اهي الناحيه دي، وعامل الاوستيوتومي والهاف بينز الشنزات بانل للجوينت لاين. بتلف ازاي؟ لاحظ التشابه. يبقى الهنج الافتراضيه دي يبقى هي الهنج الموجوده اللي بيلف الاوستيوتومي حواليها، بيعمل اوبننج ويدج بهذا الشكل. بنسميها سيركولار ديستراكشن، بعمل ديستراكشن في دايره. يبقى الديستراكتور البعيد بيمشي بسرعه اكبر من الديستراكتور، هيشوف مشي قد ايه برغم ان هما بداوا الاثنين مع بعض، لكن اللي هو الاصفر ماشي بسرعه اكبر من الايه؟ من الاحمر، لان الدايره الداخليه اصغر من الدايره الخارجيه. فهي سيركولار ديستراكشن، يبقى هيتحول من كده لكده. لكن لو انا عملت لو انا عملت لينير ديستراكشن يبقى انا هعمل لينسنج بالمره معاها. لو انا عملت الديستراكتور الاثنين مع بعض بنفس السرعه يبقى هيعمل لي لينسنج بس. لكن لو عملت اللي بره الاصفر اسرع من الاحمر يبقى هيعمل لي سيركلر ديستراكشن وانجلر ديفورمتي كوتيشن. نشوف الحاله دي فيها فالجس ديفورمت في الديستال فيمر. الاسكانوجرام اهوت مبين لي الديستال فيمر فيها انجل حوالي 10 درجات، يعني كوركشن مطلوبين لو تقريبا حوالي 12 درجه، لان هي 75، لا ده 75 يبقى انت عايز 6 درجات، لان ده الميد ديفيزيال لاين وده الجوينت اورينتيشن لاين. يبقى الاناتوميكال لاترال ديستال فيبرال انجل هنا 75 وانا عايزها 81. اهو رسمت ادي الهاو، ادي ريفرنس واير بارل للجوينت لاين، حطيت البنز بارل للجوينت لاين، وفي اللاترال فيو طمنت ان هي فوق الفايسز لان الراد عنده 16 سنه، فبالرغم ان هو اولموست سكيلتال ماتيور يعني ممكن يبقى عنده ريمينينج جروث 1 سم حاجه بسيطه قوي، فانا مش عايز اعمل فيها مشكله، فخليت الفيكسيشن بتاعي فوق الايه؟ فوق الفايسز بالظبط عشان ابقى اقرب ما يكون للجوينت. والبنز اللي هي فوق عموديه على الايه؟ على الاناتوميكال اكس. يبقى دول مش هيبقوا في النهايه مش هيبقوا بارل لدول، هيبقى في انجل بينهم حوالي 7 درجات. ده الفريم بتاعنا عباره عن قرشين صغيرين اهوت، وفي هنج اربع هنجات، ادي 1 2 3 4، واربعه ديستراكتور، اثنين قريبين اهو، ده قريبين من اللي هم اللي هو الاحمر، واثنين بعيد اللي هم الاصفر. يبقى البعيد هيمشي اسرع من القريب، وبالتالي هيعمل لي سيركولار ديستراكشن اللي قلنا عليه، اللي هو ده نرجع له تاني. افكركم بيها. تمام؟ يبقى في اثنين ديستراكتور قريبين اللي هو الاحمر، واثنين ديستراكتور بعيد اللي هو الاصفر. الاصفر هيمشي اسرع من الاحمر، وبالتالي هيعمل لي انجولار او سيركلر ديستراكشن، يبقى انجولار ديفورميتي كوركشن. زي ما شايفين فريم صغير جدا، ورق قرشين بس، وفي الجنب اقدر اعمل الرجلين في نفس الوقت اهو زي كده. الفريم راكب اهو، البنز دول بارل للجوينت لاين، ودول عمودي على الاناتوميكال اكس اللي هو الميد فيزيال لاين ده اهو. وحد اعمل جراديوال ديفورمتي كوركشن، جراديوال انتر اوبرتيف، يعني هنا كانه اكيوت. يعني اخد بالي من الاخطاء اللي اكتشفناها مع الوقت، ان لازم دول يعملوا ديستراكشن كمان، يعني ده يطول معايا، يعني لان هو بعيد، لان الهنج جوه خالص هنا، يبقى ده لازم يطول هو كمان، يبقى ده بيطول بسرعه كبيره، والقريب يطول بسرعه اقل. انا هشتغل على ديستراكتور على الهنج كل الاربعه شغالين لان الهنج بتاعتي اكشوالي الهن النقطه الحمراء اللي هي في الميديال كورتكس، مش اللي بره ده، اللي بره ده كل الاربعه ديستراكتورز، بس اثنين شغالين اسرع من الاثنين القريبين. عشان كده خليت الاثنين اللي جوه كله بيعمل ديستراكشن، بس اللي بره مثلا 2 مللي، اللي جوه 1 مللي. اللي جوه الاثنين الهنج اللي جوه مش فيهم
هي لون البلانر هينج فيها هينج برضو فيها هينج لكن الحركه بتاع الهينج مش هتبقى كافيه هتبقى توصل للاخر وهيبقى لسه التطويل محتاج طبعا بنعمل بيركوتينيوس اوستيتوم بالطريقه بتاعتنا الاوستيتوم اوبليك اهو الاوستيتوم ماشي في العظمه والميديال كورتكس انا سبتها انا وقفت شورت اوف ذا ميديال كورتكس الاوستيتوم عداش يعني البنطه اللي هي التخينه بنطه 5 مللي او 4.8 عملت بيها دريلنج وبعدين رحت بالاوستيتوم مكمل لحد واقف على الميديال كورتكس عشان اسيبها يبقى كانه اوستيتوم اوستيوكليزيس يبقى يديني ستابيليتي وبون كونتكس وجراديوالي انتر اورتيف بفتح اهوت الاوستيتوم فتح عملت الكوركشن بتاعي انا تغاضيت عن الترانسليشن اللي هو صغير قوي نسبه قليله في سبيل ان انا احافظ على الميديال كورتكس لحد كده انا بعمل بودو تكنيك مش كده اوستيتومي وراح اتجرافت ومركب لوك دي بليد بس بدل ما افتح وبلاد لوس وانترنال فيكسيشن انا ركبت الاكسترنال فيكسيتور بتاعي وفي اللاتر اطمنت ان مفيش ديسبليسمنت طبعا بعد ما مركب الاكسترنال فيكسيتور هتلاحظ حصل ديستراكشن هنا وهنا يبقى هما اتنين بعيد اهوت اللي هما الاصفر واتنين قريبين اللي هو الاحمر هتقول عادل خدت بالك كله بيعمل ديستراكتور ده كان اوبليك كان مايل زي كده في النهايه اصبح الايه يكاد يكون هما بارلل في انجل بينهم حوالي 7 درجات في الفيمر لازم لما اركب بنز لان البنز دي داخله فين في الاليوتيبال تراكت مش كده بالذات ان في اللور سيرف هنا بتبقى الاليوتيبال تراكت بتتحول لتندون تندون فبتبقى لفه على البنز دي وبتعمل ليميتيشن اوف ني موفمنت يبقى انا لما اركب الاكسترنال فيكسيتور لازم اعمل فريكشن للني يقوم الشانز ايه يشرم يعمل سبليتنج للاليوتيبال تراكت يسمح لي برينج اوف موشن يبقى لما اركب الاكسترنال فيكسيتور لازم اعمل فريكشن للني بهذا الشكل اعمل سكان جرام بوست اوفر عشان اطمع على الالاينمنت بتاعي الميكانيكال اكسس مظبوط اهو في النص من السنتر اوف ذا فيمر لهنا السنتر بتاع الانكل ماشي في السنتر بتاع الني وكلينيكالي طبعا الميديال سايد كلير ده عكس ان انا لو هركب سيركلر فريم الرجلين هيخبطوا في بعض والعيب مش عارف يمشي لكن كده واقدر اشوف الالاينمنت بتاعي مظبوط ولا لا طبعا اسهل كل رجل بتاخد لها ساعه وربع بالظبط يعني بنعمل الرجلين في ساعتين ونص ناخد بالنا يعني اخر حاجه عملناها العين دايت بالنور امبوليزم طبعا دست الفيمر حصل له ماسك بالنور امبوليزم بعد 35 يوم من العمليه العين دايت طبعا هم احد الناس في البلد عندهم شافوا قال لهم ده عنده برد واداله انتي بايوتكس فضل عيني استراجلنج يومين كاملين لحد ثالث يوم بيكلموني كان عين فيص ومات ف ابو كامل 37 سنه سواء تريلا عندي كده يعني اصبح بقى روتين دلوقتي بندي كليكسان انتيكواجلانس لانه طبعا قلت ما بتديش انتيكواجلانس وبتاع ما اعرفش ايه فاصبح روتين بندي انتيكواجلانس دلوقتي كليكسان بندي اورا لحد ما يمشي على رجله هو اول ما بدا يمشي البالمر الامبليز اتحركت راح يقع على اللانجر يوم ما خدش اصلا روتين بعد ما خدش انا ما كنتش بدي عمره كنت بدي ابدا عمره كنت بدي والانسيدنس بتاعه البالمونري امبليزما بعد الايزوليتد سيرجري في النين 7 من 100 في 7 من 1000 في المية سبعة من مية في المية يعني كل 10000 حاله بيحصل حاله واحده فبندي دلوقتي روتين يعني مع ايفن مع التيبيا خلاص مع الفوبيا نكون بيشنت هيلثي وتعمل له اوبريشن ويموت فخلاص يعني مش هنخسر حاجه ادي انتي كوبس بالذات لو بتعمل في الديستال فيمر وباي لاترال مش هتخسر عاد الهيلنج طبعا عندك الهيلنج لان انت عامل اوبننج ويدج ومش حاطط جرافت فالهيلنج حصل سريع جدا يعني الجهاز ده بيقعد بالظبط يعني عايز اسال انت الجهاز قاعد في رجلي قد ايه قالوا 90 يوم هم 90 يوم بالظبط بيحصل كومبليت هيلنج لان في بون كونتاكت ميديالي ومعمول بيركودينيوس ومفيش جرافت وده الجمال فينا ما بتحتاجش انك تحط جرافت كانسلس بون وانت عامله بيركودينيوس اهو 90 يوم اكسترنال فيكسيشن تايم 90 ولا كلينك هو عيب التكنيك ده الحقيقه ان هو الرينج اوف موشن ماكسيمم ديورنج تريتمنت والجهاز هاتف ما بيزيدش عن 90 درجه يعني لو العيان اكتف وحلو قوي كويس ما بيقدرش يزيد عن 90 درجه ليه؟ لان الريتيكولا تراكت تبقى لفه على البنس ما بيسمحش انك تبقى بس هو يعني ده الايم التارجت بتاعك ان الديورنج تريتمنت والجهاز موجود ما يعني ايه؟ يوصل 90 درجه على الاقل
اول ما بتشيل الجهاز بيرجع الفيزيو طبيعي بيحصل ريكفري فول رينج اوف موشن مفيش اي مشاكل. ممكن نعمله جراديوال ممكن يعني ممكن نعمله اكيوت ممكن نعمله جراديوال حاله زي كده هاي ستاتيك ريكتس بسبب ما انا ما اعرفش انا قلت يعني ايه قلت فالجس ويعني وماجنيتود شكله كبير شويه الانجل كبيره شويه فانا قلت اعملها جراديوال دي حاله هاي ستاتيك ريكتس حتى حاطين لها البنز هنا هيدروكسيبتايت كوتد لان عشان البون سوفت قوي كانت بتاخد فيتامين دي والفيمر كانت يعني كانت في الكورونا بلين في السيجيتال بلين كيرفت بشكل عجيب يعني كانت فيها كيرف كبير جدا فكنا عاملينها هنا في المجمع كان معايا الدكتور بلال تقريبا دكتور بلال عبد الرافع عملناها وعملنا مشينا جراديوال لحد رغم انها هي سيستمك ريكتس الحمد لله انا حصل جراديوال ديفورمتي كوركشن واتصلحت كومبليت كوركشن اهي عملنا ممكن نعمل اكيوت ولينسنج بعد كده دي حاله اوليار ديزيز وكان عايز حوالي 6 سم من الفيمر اهي اوليار ديزيز حاله ستريكس لايك موجوده اهي وسنجل بون ايزوليت عنده الفيمر والتيبيا افكتد سنه 12 سنه عملنا اكيوت كوركشن هنا بقى عشان اللينسنج عملت الفريم بلوكين قرشين تحت وقرشين فوق لان عندي الفيمر الديفورميتي الكره بتاعته فوق بعيده قوي فسمحت لي ان انا احط بلوك يعني قرشين تحت وقرشين فوق اهو اكيوت كوركشن وبعدين لينسنج بعد كده وطولنا ل 6 سم بتوع لا الفالجس يعني لما بتصلح من فالجس لفيروس ما تعديش الميد لاين ما تقلبهاش فيروس هيحصل ديتيريوريشن في النيم لا انا شخصيا بظبطها على الميكانيكال انجل الداتا ديستال فيمر انجل 90 ما بعديش الميد لاين اهو نفس الحكايه يعني الحمد لله الان يعني هو الكومبليكيشن الكبيره اول اللي حصلت لنا مع الحاله اللي هي الحاله اللي هي ضايد لكن بقيه الحالات كان ما كانش في اي مشاكل في الهيلينج رينج اوف موشن زي ما قلنا الليميتيشن بتاعتها ان الرينج اوف موشن ديورنج تريتمنت بيبقى ما بيزيدش عن 90 درجه لكن بعد ما بتشيل الجهاز والفيزيوثيرابي بيحصل ريكفري او ريجين للفول رينج اوف موشن بتاع النيت مره